هندخل على العملية الثالثة اللي معانا النهاردة، وهي عملية الـ Sequence Activities، تسلسل الأنشطة. أخدنا أول عملية، عملية الـ Plan Schedule، طلعت لنا بعض الإرشاد أو التوجيه اللي هنستخدمه. بعد كده دخلنا على العملية الثانية، وهي عملية الـ Define Activities، طلعنا قائمة من الأنشطة الـ Activity List والـ Activity Attributes والـ Milestone List. هناخد الاكتيفيتيز دي ونعمل لها ترتيب او تسلسل، ونشوف الريليشن شيب او العلاقات المنطقيه ما بين الانشطه دي. هي دي عمليه السيكونس اكتيفيتيز. عشان كده لما نيجي نشوف التعريف بتاعها، تعريف عمليه السيكونس اكتيفيتيز هي عمليه ايه؟ تسلسل الانشطه وتحديد وتوثيق العلاقات او الريليشن شيب ما بين انشطه المشروع، among the project activities. الكي بنفيت او الفايده من العمليه دي هي بتحدد التسلسل المنطقي للاعمال عشان احصل على اكبر قدر من الكفاءه في ضوء جميع قيود المشروع. هندخل على الانبوتس والتولز والتكنيك والاوتبوتس. طبعا اكيد هنحتاج كانبوتس البروجكت مانجمنت بلان، لانها بتحتوي على الاسكادوال مانجمنت بلان، هي الخطه اللي كانت بتقول لي هاو او ازاي هتعامل مع باقي البروسيس اللي بتيجي بعد كده. طبعا رقم 2 البروجكت دوكيومنتس، طبعا اكيد هتحتوي على المخرج من العمليه اللي فاتت. انا هنا عايز اعمل اشوف العلاقات ما بين الانشطه، فاكيد انا هحتاج ايه؟ هحتاج القايمة بالأنشطة أو الأكتيفيتي ليست اللي أنا كنت مطلعها كأوت بوتس كمخرج من العملية اللي فاتت، اللي هي عملية إيه؟ الديفاين أكتيفيتيز. طيب سريعا كده هندخل على التولز والتكنيك للعملية دي عشان هي مهمة جدا. أول تولز والتكنيك معانا وهو البريسلانس دايجرامينج ميثود، أو إحنا بنسميه البي دي إم، أو طريقة التخطيط التتابعي. هنعرف مع بعض العلاقات ما بين الأنشطة relationship types. عندنا أنواع مختلفة من relationship لازم نكون عارفينها كويس جدا. أول نوع عندنا وهو الـ finish to start. طبعا النوع ده هو الأكثر استخداما، هو الأشهر، طبعا هو يعني يفضل لو أنت بتعمل جدول زمني يكون هو أو تكون هي العلاقة السائدة، يعني ممكن تتعدى 60% او 70% من نوع العلاقات عشان تطلع جدول زمني قوي. يقصد بيه الفينش تو ستارت ان لا يبدا النشاط الثاني الا بعد انتهاء النشاط الاول. يعني انا عندي نشاطين، اكتيفيتي اي واكتيفيتي بي، النشاط الثاني ده او الاكتيفيتي بي ده مش هيبدا الا لما اخلص الاكتيفيتي اي. مثال على كده صب الخرسانه والمعالجه. انا مش هي... انا في الاول بصب خرسانه بعد كده بعمل معالجه، يعني كده عندنا العلاقه فينيش تو ستارت، مش هقدر اعالج الا لما اعمل الاول اصب خرسانه. النوع الثاني من ريليشن شيب هو الفينيش تو فينيش. الفينيش تو فينيش يعني لا ينتهي النشاط الثاني الا بعد نهايه النشاط الاولاني. يعني مثال على كده التسليم واعمال النظافه، يعني انا مش هقدر اسلم المشروع ده الا لما اخلص مثلا اعمال النظافه، يعني مع نهايه الاعمال النظافه هقدر اسلم المشروع، يعني هي فينش تو فينش. لو احنا مثلا بنتكلم على شغل مثلا اعمال الكهرباء، اعمال الوايرنج واعمال الانسبكشن، اعمال الاختبارات، انا مش هقدر اخلص اعمال الاختبارات الا لما اخلص ايه؟ اعمال الوايرنج، وهكذا. طبعا في امثله كتير على موضوع الفينش تو فينش. المثال اللي بعد كده وهو الستارت تو ستارت، يعني نشاط هيبدا مع نشاط. يعني مثال على كده اعمال الياسه بعد مواسير الكهرباء، انا ممكن ابدا في اعمال مواسير الكهرباء واعمل لاج مثلا يوم او يومين وابدا على طول بعدها في اعمال الياسه. يعني ممكن نشاطين يبداوا مع بعض ولكن يكون في لاج يوم او اتنين، يعني لا يبدا النشاط الثاني الا بعد بدايه النشاط الاولاني، بس اكيد لازم بيكون في لاج
مثلا مثال تاني على كده، مثلا اعمال الحفر وتمديد المواسير. انت مثلا عندك، انت الاول، انت في الاول بتحفر، ممكن مثلا ابدا اعمال الحفر في اليوم التاني او في اليوم اللي بعد كده التالت، ابدا اعمال ايه، اعمال التمديد، اعمال البايبنج. لو انا مثلا عندي مواسير صرف ومواسير سيول وهكذا، ممكن يبداوا مع بعض بس بيكون في لاج يوم او يومين. الريليشن شيب اللي بعد كده وهي الستارت تو فينيش، طبعا ده النوع ده نادر جدا ما احنا بنستخدمه في المشاريع بتاعتنا، في مشاريع الكونستراكشن هو النوع نادر جدا، بعكس الفينيش تو ستارت هو النوع الاكثر استخداما او النوع السائد. انما الستارت تو فينيش حتى اللي هو يعني الامثله عليه شويه نادره. يعني مثلا مثال تغيير ورديه، مثال اللي هو التغيير الورديه، لو انت مثلا عندك حد بيعمل ورديه مع يعني مثلا حارس، في عندك مثلا اتنين حراس، في واحد مثلا بيبدا دوام من الساعه 6 المغرب لحد تاني يوم الساعه 6 وهكذا، في واحد تاني بيجي يبدا بعدين من 6 ل 6 وهكذا، هو نظام تغيير الورديه، هو ده موضوع الستارت تو فينيش. طيب طبعا ده شكل تاني هيوضح لنا موضوع ريليشن شيب. اول نوع عندنا الفينيش تو ستارت، هو طبعا الموست كومنلي يوزد، هو النوع الاكثر شهره او الاكثر استخداما. النشاط A، اكتيفيتي A واكتيفيتي B، لازم الاول الاكتيفيتي A بيخلص بعد كده ببدا على طول الاكتيفيتي B، هو ده الفينيش تو ستارت. النوع الثاني الفينيش تو فينيش، تمام. النشاط مثلا اللي كان مثال معانا موضوع اعمال النظافه والتسليم، الاول انا بخلص اعمال النظافه عشان اخلص اعمال التسليمات. النوع اللي بعد كده الستارت تو ستارت، وضربنا مثال عليها اعمال الحفر والتمديد، انا ببدا احفر الترانش بتاعي في اليوم اللي بعد كده او بعد يومين ببدا على طول اعمال البايبنج واعمال تمديد المواسير. طبعا النوع اللي بعد كده وهو rarely used او النوع النادر في الاستخدام هو الستارت تو فينيش. يبقى كده احنا خلصنا مع بعض انواع ريليشن شيب او ريليشن شيب تايب. هندخل على التولز والتكنيك اللي بعد كده وهو موضوع الديبندنسي ديترمينيشن اند انتجريشن، تحديد وتكامل الاعتماديه. في عندنا انواع مختلفه من الديبندنسيز او الاعتماديات. في عندنا اول نوع وهو المانداتوري ديبندنسيز او الاعتماديات الالزاميه. لما اجي اتكلم على حاجه الزاميه يبقى اكيد ممكن تبقى موجوده في العقد بتاعي، علاقات الزاميه او زي مثلا او حاجه جايه من الطبيعه، طبيعه العمل. على سبيل المثال لو انا مثلا عندي مشروع انشائي، مش هينفع ان انا اطلع بالدور الاولاني قبل ما اخلص شغل الفاونديشن او شغل الاساسات، دي حاجه مستحيله، حاجه جايه من طبيعه الاعمال، حاجه مانداتوري، لازم الاول بخلص شغل الفاونديشن بعد كده ببدا ان انا اطلع في الدور الاولاني، حاجه جايه من طبيعه العمل، ناتشر اوف ذا وورك. او حاجه مثلا بتكون متسجله عندي في العقد بتاعي، هي اعتماديه مطلوبه من الناحيه القانونيه او من الناحيه التعاقديه او المتاصله في طبيعه العمل. النوع اللي بعد كده وهي الاعتماديات التقديريه اللي هي الديسكريشنري ديبندنسز، الاعتماديات التقديريه احنا بنسميها احيانا بنسميها البريفيرد لوجيك او السوفت لوجيك، المنطق المفضل او المنطق السهل، السوفت لوجيك. هي طبعا بتعتمد على خبره مدير المشروع او البيست براكتس او افضل الممارسات او النوليدج او افضل او المعرفه وافضل الممارسات. مثلا مدير المشروع كان نفذ مشروع قبل كده، مشاريع كتير قبل كده، فعنده خبره، فممكن يبدا نشاط قبل نشاط وهكذا. فهي دي اعتمادات او اعتماديات تقديريه. في عندنا هنا مثال على الموضوع ده، during construction اعمال الكهرباء مفروض ان هي should start after finishing the plumbing work. يعني احنا بنبدا اعمال الكهرباء بعد ما بنخلص اعمال البلامبنج وورك، بس ده مش حاجه اجباريه او مش حاجه الزاميه عليا، لا، ممكن ان انا ممكن يبداوا مع بعض في نفس الوقت، ايه المشكله ما ابدا اعمال الكهرباء واعمال البلامبنج وورك، ايه المشكله في كده؟ فهي دي اعتماديات تقديريه.
فبتعتمد على البيست براكتس او افضل الممارسات. ناخد مع بعض النوع الثالث وهو الاكسترنال ديبندنسز، اعتماديات خارجيه. يعني بيكون في علاقه ما بين البروجكت اكتيفيتيز اند نون بروجكت اكتيفيتيز، علاقه بين انشطه المشروع والانشطه غير المرتبطه بالمشاريع او انشطه خارجيه مش من ضمن السكوب بتاعي لكن لازم اخدها في الاعتبار. طبعا دي outside of the project team control، هي خارج تحكم فريق المشروع. على سبيل المثال لو احنا برضو في نفس المثال بتاعنا موضوع الحفر، انت مثلا بتحفر عندك مشروعك مثلا حفر عشان تمدد كابلات كهرباء، هل انت ممكن تبدأ اعمال الحفر بدون ما تاخد الفسح مثلا من المرور او من شركة الكهرباء؟ او لا، ما اقدرش ان انا ابدا اعمل الحفر كده في الطريق واقفل الطرق بدون ما نعمل فسحات مع الجهات الحكوميه على سبيل المثال المرور. يعني الفسح من المرور ده هو ده احنا بنسميه النون بروجكت اكتيفيتيز او انشطه غير مرتبطه بالمشروع بتاعي. فهو ده موضوع الاكسترنال ديبندنسز. النوع الرابع وهو الـ internal dependencies أو الاعتماديات الداخلية، طبعا دي بتكون inside the project team control بعكس الـ external، يعني هي علاقة بين أنشطة المشروع وعادة ما تكون تحت سيطرة فريق المشروع. طبعا هنا في البين بوك لما ذكر المثال قال لك هنا أنا مش هقدر إن أنا أعمل تيست على الماكينة بتاعتي اللي الأول لازم نعمل لها تجميع، هي اعتمادية الزامية ولكن انترنال داخليا بتكون داخل تحكم مدير المشروع، هي مش خارجية زي الاكسترنال كانت حاجة جاية من بره من جهة حكومية بره. التولز والتكنيك اللي بعد كده وهو الليد واللاج، الليد واللاج، فترات السبق وفترات التأخير. لما هنيجي نتكلم دلوقتي على الموضوع الليد، احنا هي بنسميها الـ starting the activity before completing its predecessor، يعني بدء النشاط قبل انهاء النشاط السابق له، يعني بنعمل overlap، بنعمل تداخل ما بين الاكتيفيتيز ما بين الانشطة. فاكيد بنستخدم الليد في موضوع ايه؟ موضوع الاكسلريشن او موضوع عايز اسرع من الجدول الزمني بتاعي، فهو ده موضوع الليد. في عندي نشاطين، فقبل ما بيخلص النشاط الاولاني بيبدا النشاط الثاني، بعمل اوفرلاب ما بينهم، هو ده موضوع الليد. انما موضوع اللاج هو الويتنج تايم بتوين اكتيفيتيز، ويتنج تايم بتوين اكتيفيتيز، هي عباره عن ازمنه انتظار بين النشاطين المتتاليين. في عندي نشاط A ونشاط B، في ما بينهم مثلا فترة انتظار مثلا 4 أيام 5 أيام على حسب. طبعا الشكل اللي معنا ده بيوضح موضوع اللاج والليد. طبعا اللاج احنا بنقول اللي هو الويتنج تايم بتوين اكتيفيتيز، الويتنج تايم فترة الانتظار. هنا عندنا نشاط A ونشاط B، عندنا فترة انتظار هي 3 أيام مثلا، اعمال اللياسة واعمال الدهانات. هل انت بعد ما بتخلص اعمال اللياسة فورا بتبدا اعمال دهانات ولا بتستنى شويه يوم او يومين لما الجدار بتاعك يشد شويه؟ اكيد تستنى فتره، احنا بنسميها فتره انتظار، هي دي اللاج. انما الليد هي فتره او احنا بنعمل اوفرلاب، بنعمل تسريع للنشاط. يعني انا مش هستنى لو عندي مثلا اعمال المباني واعمال اللياسه، هل انا هستنى لما اخلص كل اعمال المباني بعد كده هبدا اعمال اللياسه؟ لا طبعا، انا ممكن قبل ما بخلص بعمل اوفرلاب عشان اسرع من النشاط بتاعي. فهو ده موضوع الاكتيفيتي اي واكتيفيتي بي، بعمل اوفرلاب ما بين الانشطه. المخرج من العمليه دي او الاوت بوتس هو البروجكت سكادول نتورك دايجرام، مخططات شبكه الجدول الزمني للمشروع. لو احنا طبعا اخذنا في العمليه دي بعض التولز والتكنيك عشان نعرف العلاقات ما بين الانشطه، ستارت تو ستارت ولا ستارت تو فينيش ولا فينيش تو فينيش، تمام، واخدنا الليد واللاج. طيب انا بقى عايز شبكه او مخطط يوضح لي
العلاقات ما بين الأنشطة دي. فهو ده الشكل اللي معانا، احنا بنسميه البروجكت سكادول نتورك دايجرام، شكل بيوضح لي العلاقات ما بين الأنشطة أو اللوجيكال ريليشن شيب، وبيوضح لي الديبندنسز أو العلاقات ما بين أنشطة الجدول الزمني. هنا مثلا بداية المشروع، هنا النشاط A و B و C و D وهكذا. هنا مثلا علاقة ما بين A و B finish to start، العلاقة ما بين B و C start to start وهكذا. ولو عندنا lag أو lead كل ده هيظهر على المخطط بتاعي. فهو ده الـ Project Schedule Network Diagram، هو المخرج الأساسي من عملية الـ Sequence Activities أو تسلسل الأنشطة. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض العملية رقم 3 وهي عملية الـ Sequence Activities.